ممتاز، صار فيني روح على البيت. كنت حاسب حسابك انه بعد اللي صار نفس رح توصك؟ لا، مع انها حاولت مرة من قبل انها تقوصني كمان لما كنت محبوس بالمخفر، بس كمان هي وعم تحضر موت الطاهر قدامها كان لازم اتوقع هيك تصرف واحسب حساب. لنقول تعلمت الدرس، من هلا ورايح صار لازم اخذ حذري، لانه وصلت لراسي. بمين اتصلت قبل شوي؟ اتصلت بكبش الفداء. لا تقوم، ما في داعي، ارتاح. الأخبار منيحة، نتيجة تحليل الدم طبيعية والمعاينة السريرية طبيعية كمان. بتوقع الجنين وضعه تمام، بس برأيي نعمل صورة إيكو لنطمن أكتر. الحمد لله. ولازم تعرف حضرتك إنه الشرطة رح ياخدوا أقوالك وأقوال المدام بعد ما ياخدوا أقوال أخوك برا. إيه تمام، رح كون جاهز. الحمد لله على سلامتك. الله يسلمك. مصطفى. ايه يا سي، بدك شي يا روحي؟ ابني كيفه؟ منيح. الحمد لله حبيبتي. انتي منيحة ما هيك آسية؟ ايه منيحة. ليك يا حبيبتي، هل حقير عمل معك شي؟ لا بنوب. آسية، رح ياخدوا إفادتك، لا تذكري أبدا. كيف؟ بدي صفي حسابي معه، اتفقنا؟ مصطفى أوعاك تخوفني حبيبي، أنا متت ألف موتة لحتى قدرت أرجع أشوفك مرة تانية. لا تعملها. لا تقولي اسمه. طيب شو بدك يعني أعمل؟ بدك أقعد أتفرج عليك وأنت بالحبس بعد ما تقتله لهالواطي؟ في أنا وبالم كمان، وهالحلو لمين تاركنا؟ آسية، إذا بتعتبري إني زوجك وإلي حق عليكي فبترجاكي، ما تذكري. اشتركوا بالقناة لمشاهدة جميع الحلقات، ولا تنسوا تفعيل زر الجرس.